أهلا بكم من جديد. مشروع جمكانة أطلقته مبادرة لحفظ الوثائق والصور العائلية اليمنية، ويسعى إلى جمع الوثائق والصور التي تعود إلى ما قبل القرن العشرين وحفظها من الضياع، كما يهدف إلى توعية العائلات في اليمن بشأن كيفية حفظ الصور والوثائق التي ستكون ملكا للأجيال المقبلة، ودليلا على الحياة التي يعيشها اليمنيون في العصر الراهن. يستعرض ذكرياته هنا في مؤسسة البسمنت بصنعاء. يعرض عبد الواسع الأدومي ذو 71 عاما عقد زواج والديه إبان الحرب العالمية الأولى، وهذا عقد عمل لوالده لبناء مسجد إبان الحرب العالمية الثانية. أنا لم أتوقع، يعني أبي لم يكن متعلما، كان بنا، كان مشرف، كان هذا. أمي أيضا لم تتعلم، لم تقرأ ولا تكتب، ولكن اللي اكتشفت أنهم كانوا يحتفظوا بكل الوثائق القديمة. أمي كانت تقول أنا يا ابني عمري قصير 100 سنة، قلت تبالغ أمي. حفظ التراث الورقي والصوري مشروع جديد باسم جمكانة خاص بالعائلات اليمنية، يخطط لتأسيس منصة إلكترونية لتوثيق الأشعار والرسومات والصور المحفوظة والمخطوطات. أهمية هذا العمل تكمن في بناء جسر تواصل بين ثقافة جيلين قديم وجديد. جت فكرة المشروع إن إحنا نرقمن، يعني نعمل رقمنة للتراث اللي حاصل معانا فيما سبق، يعني نعمل له إيش يقولوا سيفنجز للجيل القادم، بحيث إنه يفهم كيف كانت الحياة سواء في الماضي أو في المستقبل. هذه الرسومات توثق وجود الأتراك في اليمن، وتلك مجلة الحكمة اليمنية أسست بعد خروج العثمانيين من اليمن بفترة قصيرة. جمكانة هو تصغير لجمكان، وهي كلمة تركية. المقطع الأول منها أي الجم، يعني الزجاج، والكانة تعني الخزانة، وتستخدمها العائلات اليمنية لحفظ وثائقها وذكرياتها. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. وينضم إلينا من صنعاء صهيب الأغبري، أحد المشاركين في مشروع جمكانة. أهلا بك صهيب معنا. إذن هذه الذاكرة التي يعني تحرصون على توثيقها وحفظها من النسيان ومن التلف أيضا، هي الذاكرة المرئية صحيح؟ يعني هي إن كان الوثائق الصور وليس تلك الذاكرة المحكية. نعم تفضل. تماما. مشروع جمكانة مسؤول عن حفظ المسودات الورقية، مسؤول عن حفظ المسودات الورقية والصورية، أي التراث اللامادي. مشروع جمكانة يقوم برقمنة هذا الأوراق أو المسودات من أشعار وصور أو رسومات قديمة، وتحويلها إلى بشكلها الرقمي لحفظها لأجيال قادمة، لإيماننا العميق بأن هذه الأشياء لابد أن توثق ولابد أن نحتفظ بها بشكل يناسب شكل العالم الجديد، العالم الرقمي. نعم صهيب، طب كما شاهدنا في التقرير، يعني أنتم تنوون أن تكون جمكانة منصة رقمية مفتوحة لمن يرغب طبعا بزيارتها وبالاطلاع على تلك الوثائق وتلك الصور وذلك التاريخ. يعني ألا يخدش هذا خصوصية العائلات، لحظاتهم الحميمة، أسرارهم ربما؟ نعم، نحن وضعنا هذا في عين الاعتبار. نحن لا نأخذ أي مسودات خاصة جدا، ولكن ما نهتم فيه في مشروع جمكانة هي المسودات أو المحتوى لهذه المسودات الذي يعكس الطبيعة العامة التاريخية أو الاقتصادية أو أي شكل أو السياسية في فترة معينة. يعني هذا أن المسودات أو محتوى هذه المسودات سواء كانت صورية أو ورقية يجب أن تكون انعكاسا للوضع العام وليس قصصا خاصة أو متعلقة بذكريات حميمية للعائلة نفسها. نعم صهيب، هذا المشروع طبعا على أهميته، إلا أنه أيضا
لا يخلو من الخطورة في مكان ما، خاصة وأنه توثيقي يتحدث عن تاريخ، حتى لو كان حياة معاصرة اليوم إلا أنها ستكون تاريخا في يوم من الأيام. هل أنتم أمينون على هذا التاريخ؟ بمعنى هل هذا التاريخ وهذه الوثائق بالفعل يعني واقعية، أم أنها منقحة ربما وخاضعة للرقابة وتلائم جهة سياسية دون غيرها؟ لا، على العكس من ذلك تماما. مشروع جمكانة يتبع مؤسسة بيسمنت، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، لذلك نحن نهتم بشكل كبير بأن ننقل التاريخ بشكل واضح وسليم غير منقح وغير معدل. إذا كان هناك شيء قد نواجه من خلاله أي مشاكل قد نتخلى عنه في المرحلة الحالية، ولكننا نحتفظ بمحتويات هذه المسودات والصور جميعها كما هي، لأننا أصحاب رسالة لنقل التاريخ أو توثيق ما لا يوثق. لذلك نهتم جدا بعكس هذه الصورة بشكل مناسب. نعم صهيب الأغبري، إذن المشارك في مشروع جمكانة، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لمشاركتكم.